يشبه هذا العالم جبلا مأسوا بالثلج. يردد صدى صوتك، فكل ما تقوله سواء كان جيدا أم سيئا سيعود إليك على نحو ما. لذلك إذا كان هناك شخص يتحدث بالسوء عنك، فإن التحدث عنه بالطريقة نفسها يزيد الأمور سوءا، وستجد نفسك خبيس حلقة مفرغة من طاقة حقودة. انطلق وفكر طوال 40 يوما وليلة بأشياء لطيفة عن ذلك الشخص، إن كل شيء سيصبح مختلفا في النهاية، لأنك ستصبح مختلفا في الدار.